سرت معلومات في الساعات الأخيرة عن إجراء يستعد حاكم مصر في لبنان رياض سلامي لاتخاذه، ويقضي بوقف خدمة السحب بالدولار من ماكينات الصرف الآلي ATM والاكتفاء بالليرة اللبنانية فقط. وعلى الرغم من البلبلة والمخاوف التي أثارها انتشار هذه الأنباء في الشارع اللبناني، إلا أن سلامي سرع إلى نفي الأمر مؤكدا عدم صحته. ولكن ماذا يعني إجراء كهذا؟ هذا الشيء يعني أن هنالك نقص في السيولة، والذي يدحض هذا الشيء هو السيولة الموجودة في المصارف اللبنانية، حيث أن الودائع والسيولة بالمصارف تتخطى 3 إلى 4 أضعاف حجم الاقتصاد الوطني، وهذه ظاهرة مش موجودة بالعالم. هذه بالدرجة الأولى. بعدين بالدرجة الثانية، بس نحكي أنه ما بقى فينا نسحب بالدولار من الATM. طيب التحويل بعد موجودة، ونحن نعرف أنه التحويل بالدولار الأمريكي هي أضعاف وأضعاف السحوبات بالATM، حيث أن للATM سحوبات بالليرة وبالدولار، إنما سحوبات ضئيلة مقارنة للتحويل بالدولار من بلد لبلد أما من مصرف لمصرف. هل يمكن أن يتخذ هذا الإجراء مستقبلا في ظل السياسات المالية الأمريكية المرتبطة بالتضييق على حزب الله؟ الإدارة الأمريكية هي بالدرجة الأولى طبعا بدها تستهدف حزب الله، بس نحن بنعرف أنه حزب الله عنده مصارف رديفة، يعني مش مصارف إنما الأموال التي والدعم الذي يأتي لحزب الله لا يأتي عبر قنوات المصارف، وبنعرف قديش المصارف اللبنانية عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان متشددة، وهي بتحترم كل المعايير الدولية، وهي سباقة في تطبيق المعايير الدولية والتعاميم الدولية اللي هي الحظر، أما إذا بدك نوع من عدم تفويت أموال غير شرعية على النظام المصرفي. يذكر أن هذه الأنباء تتزامن وزيارة مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بلانكسلي لبيروت لمناقشة مكافحة عمليات تمويل الإرهاب مع المسؤولين اللبنانيين. فهل تكون تمهيدا لما ينتظر لبنان وقطاعه المصرفي من إجراءات أمريكية في المرحلة المقبلة؟ محسن المختفي، قناة الجديد.